سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محترمين اليوتيوب، المرحومة صباح، صباح اللي ماتت بالمية السخنة، ومش من حد غريب ولا حرامي كان بيحاول يسرق حاجة من البيت يا محترمين اليوتيوب، لا ده ماتت على ايد شقيق زوجها وكمان زوجة شقيق الزوج، علشان يسخنوا مية ويدلقوها او يكبوها بالمعنى الدارج على صباح اللي اول ما تلقى مأمور قسم شرطة دسوق الخبر تم نقل الحالة المرضية لانها كانت لسه ما ماتتش صباح، واتنقلت للمستشفى العام بمركز ومدينة دسوق، لكن الاصابات كانت خطيرة والحروق كانت اخطر من المية اللي تم كبها على صباح، وعشان كده اتنقلت لمستشفى كفر الشيخ للعام علشان يتم انقاذها، لكن فرقت الحياة وتم تشييع الجثمان في جنازة مهيبة جدا ضمت عدد كبير جدا من اهالي القرية وقرى مجاورة ليها. ليه شقيق الزوج اثر خلافات الزوجية، اثر خلافات ما بينه وما بين اخوه، ما بين السيدتين زوجته وزوجة اخوه يدبروا المكيدة وينهوا حياة صباح. صباح اللي عندها 32 سنة دفنت بالامس، لكن ما زالت مقتضيات القضية شغالة وفي تفاصيل كتيرة قوي هنعرفها على لسان اسرة صباح الله يرحمها. يلا بينا ما نطولش على حضراتكم في المقدمة ونشوف ايه المقتضيات وايه الدوافع اللي ادت الى مقتل سيدة ثلاثينية باحدى القرى التابعة لمركز ومدينة دسوق على ايد شقيق زوجها وزوجته كمان، علشان تموت صباح وتترك أطفال لله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا بينا نشوف القضية ومنتظر أراء حضراتكم في الكومنتات. احنا عارفينها ان طب في خلافات عائلية ما بين طبعا شقيق ما بين زوج صباح وشقيق زوجها، طبعا على بيت، ومن المشاكل كلها أمور متعلقة، مشاكل كلها على بيت. فطبعا دلوقتي يعني حصل الغدر هنا في القصة انه خلاها يعني طبعا من غير ما تاخد بالها كب عليها مية سخنة. مساحة حقيقية شهادتها طبعا مدينة دسوق خلال ساعات ماضية، وطبعا تم تشييع جنازة المرحومة المتوفية لرحمة مولاها لا صباح في مسقط سكرة محل طب علي تبع مركز دسوق، طبعا وسط جنازة مهيبة من ابناء القريه، وطبعا تم جنازه في مسجد العجمي في قريه محله ابو علي. مشاهدينا الكرام، احنا هنا طبعا في منزل اسره صباح، طبعا حاله حزن شديده جدا بين افراد الاسره طبعا على فقدانها. طبعا صباح يعني بصراحه يعني حقيقه يعني احنا شفنا ان صفحات السوشيال ميديا داخل مدينه السوق تحولت الى دفتر عزاء على رحلها. الى الان يعني بصراحه حقيقه يعني جيرانها في مساكن الصفا طبعا كله اشاد بمستوى اخلاقها وتربيه ابنها. تفاصيل القصه واللي حصل هنعرفها من الاسره، طبعا اختها ست ام محمد، اخوها ابراهيم بكر، طبعا الحاج عادل اخوها طبعا، والحاج سعد، وطبعا احنا موجودين في وسط افراد اسره كتير جدا هنعرف منهم اللي حصل بالظبط. نبدا بالحاج ام محمد، طبعا بقول الله ربنا يجعل اخر لحظتنا يا رب، وطبعا يعني شهيد عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله. طب حاج ام محمد انا عايز اعرف يعني ايه التفاصيل او ايه اللي حكى لك بالظبط او ايه اللي جات لك بالظبط ساعه ما توفت المرحومه صباح؟ والله احنا جايين في يوم جانا جيراننا بيقولوا انه علينا ايه يا جماعه، جاروا صباح ايه في المستشفى، طلعنا نجروا على المستشفى، جانا صباح زي ما هم كبعوا الناس بيطفوها، ايه يا جماعه جاروا ده السلفيه كب على ميه سخنه بتغلي بكلور، طب انت كبيت على ميه بكلور ليه؟ تحطم ليه اسرتها؟ تحطم ليه خمس عيال؟ انا ذنبي ايه يعني ان خمس عيال افراد زي دول؟ أمهم كانت بتدعو لهم بتحفظهم قرآن بتدرس لهم بتعمل، أنا ست أمية على جدي دولت أطفال صغيرين وأنا ست برضو كبيرة وأم ست كبيرة، ليه تتحطم أطفال؟ ليه سخنت المية دي إمتى؟ حضرتها إمتى المية دي؟ أنت كنت مستنيها ليه تعمل فيها كده؟ بتدمرها ليه؟ ما كنت سيبها تربي عيال؟ كنت خد البيت ده حاله بس سيبها تربي عيال؟ ده اللي أنت عملته فيها ده يرضي ربنا. طب هي التفاصيل اللي ادت الى حادث القتل اللي هو بعد ما كب عليها بقى الميه المغليه دي، طب العزف ايه سبب الخلافات؟ خلافات على بيت يعني خلافات على بيت؟ اه كانوا قبل كده في مشاكل وعملوا خدوا على بعض الشيء،
ان هم كانوا اتهجموا عليها مره واتخانقنا مش عارفه ايه، وراحوا الاسم واتحجزوا طلعوا محضر الصبح، الناس خدوا عليهم شكايات. الحاج سعيد البدري كانت خلافات عائليه عاديه أيوة. تنتهي تمام، خدوا عليهم شكايات ان يقعدوا بيخلصوا البيت. طبعا انت عليك شيك المفروض ان تقعد، الناس طلبوا القعده مره واثنين وثلاثه، تهرب من القعده وبشهود الناس اللي معاهم الشيكات شهادة. ده المتهم اللي هو القاتل بقى اللي قتل. تمام. المفتري. تمام. الناس شهادة ان هم ان هو بيتمنع القعده والناس شهادة كده. طب ما تقعد وتخلص انت تاخد فلوسك وتطلع، يا اخوك ياخد فلوسه ويطلع، واخته تربي عيالها بدل ما تحطمها بعيالها. تحطم اسره ليه؟ تحطم اسره ليه؟ اخت قاعده مستنيه حفيدتها تجيب السلامه، تحطمها ليه؟ تحرمها ليه تشوف حفيدتها؟ تحرمها يعني؟ كانت مستعديه لها خلاص، منتظره الحفيده يعني، مستنيه الحفيده، مستنيه الحفيده، قاعده مستنياها. ليه تحطمها؟ ليه تكسر قلب بنتها؟ ليه كده؟ حرام ولا حلال؟ حرام ولا حلال؟ اتمنع من القعده والناس كانوا هم اتمنع من القعده. اختي لو اختي لقت زباله قدام الباب فيه الزباله دي نزلت للناس اللي معاهم الشيكات، راحت لعم سعد البدوي ما لقوش في بيته، راحت لقت مراته، قلت لها اطلعي يا مؤمن، ولما يجي عم سعد ابعته له. يعني في شهود أيوة على المشاكل؟ راحت له. تمام. برضه في واحد عندهم بجار اسمه الحاج ابو ياسر، انا ما اعرفش هو اسمه بالتفصيل بس انا اعرف ان هو اسمه ابو ياسر. قال لها اطلعي يا ام صباح يا مؤمن، وانا هنادى عليه واكلمه، مفيش دعوه. بتاع الحامل دي واقف في الشارع، يا ماما قالت لها روحنا جاي اهو. لانه مع بعض في الشارع. يا ماما قالت لها روحي يا امل انا جاي. بتفتح الباب عشان تجيب نعناع من جوه تشرب شاي مع بتاعها. لو كانت بنتها طلعت في اللحظه دي هي حامل. موت رحائن. اكيد طبعا. كان موت رحائن. ليه يعني؟ اللي فطره. هو في حد بيعذب بنار ربنا؟ ربنا حرم يظلم على بعده. تظلمها انت ليه كده؟ تحطم اسرتها ليه كده؟ هي شالت عيالها من بيئتهم، نشأتهم لوحدهم. حفظتهم القرآن. علمتهم. جت على نفسها في كل المقاييس، كل الحالات. عشان تربي عيالها كويس. وعيالها الحمد لله بشهادة الناس كلها. خلاف تربيتهم هم في عيالهم. حبت تعيش، هو كان عايز يسيطر على عيالها وطلعهم صيع. هي ما جابتش على نفسها. سيطر فيها على عيالها وكوي. هي عندها كم عيل يا محمد؟ خمس عيال. خمس أولاد. خمس طبعا الكبيره كانت لسه متزوجه يعني. الكبيره دي اللي كانت هتبقى اللي كانت تاخد الميه دول امها اللي كانت تاخد الصدمه هي وملا. تمام. هي وملا امل وملا طلعنا ورا بعض، قالت لهم انزلوا انا هجيب نعناع وانزل اشرب معاكم شاي. كانت ملك عند اختها سعد. لو كانت ملك ساعتها طلعت طفله بريئه تعمل فيها كده ليه؟ لا بصراحه موقف غريب. واحده حامل تعمل فيها كده؟ لا عيله وضعيفه بتعمل فيها كده؟ بتهاجمهم عايز منهم ايه؟ عايز البيت خده خده بس ما تموتش اختي. عايز كل حاجه خد، عايز بيتنا عايز تنزلها خد بس سيب اختي تعيش تربي عيالها. كده يتمتهم اب وام، لان انا مش هعمل عليهم اديهم لابوهم بعد كده. ما هو ما خافش، ما هو ما حماش اختي مش هدي له عيالي. هو ما حماش اختي من اصل مش هدي له عيالي. لو كان حماها ما كانش ده حصل. تمام. طبعا ننتقل للشقيق الاخر ابراهيم بكر. طبعا ابراهيم يعني شايفين حاله الحزن عليه، يعني فقد اخته اعز من لديه فلذت كبده يعني زي ما بيقولوا. ابراهيم البقوله. قال الله. ابراهيم انا عايزك كنت حاضر المشاكل في الاول. تمام؟ ارصد لنا المشاكل اللي حصلت طبعا مع المرحومه واللي حصل لها. والله باشا انا في شغل ابن اختي الصغير رن عليا غالي الحاجن يا خالي بضرب ماما في الشارع. طلعت اجي رحت اشوف اختي. ايه حصل بينا خلاف اتعرفنا خدنا المركز وطلعنا على النيابه ايه الصلح والصلاح طلعنا بمحضر صبح. طلعنا مضينا مضوا صورات امانه فض شيل ده من ده ارتاح ده عنك. خلصوا البيت وكل واحد يعيش كان في خير وشر بعياله. كل واحد حر في عياله ورب عياله بطريقته. كل واحد يشوف حالك. مضوا صورات الامانه الناس طلبوا لي القعده يتهرب من القعده. يمضي تعالى انت تعالى اقعد مش قاعد تعالى اقعد مش قاعد. فين وفين بعدها ب 10 ايام. اللي هو 10/7 اللي فات ده. لقيت ابن اختي الصغير بيرن عليا حجن يا خالي الحجن يا خالي الحجن يا خالي. ماما كانت بعدها مية نار. طلعت اجري يعني على المستشفى العام لقيت اختي في حاله لا يحسد عليها. لقيت اختي في حاله لا يحسد عليها. مستشفى الدسوق ما قبلتهاش. حولونا على مستشفى كفر الشيخ العاج. اختي مصيبه بيروح من الدرجات الثلاثه اولى وثانيه وثالثه.
دمرها بجميع انحاء الجسم. اتربص لها ليه؟ تغدر بختي ليه؟ دي ست ضعيف. اضربها جلامين ومشيه. تمام، اضرب اختي جلامين ومشيه. ابعت لنا قول لنا تعالوا خدوها، خدوا البيت. تموتها ليه؟ عشان ضعيفه؟ عشان ست؟ خدت حاجك من ست؟ انت كده راجل؟ ده في ربنا اسمه العدل. ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. احنا محدش عويل في حد ولا حد هزيل في حد. انت حشره. ربنا سبحانه وتعالى هتروح فين انت قصاد ربنا؟ تحاسب اختي بالنار؟ طب حسبتها طفشت ليه؟ مش انت راجع؟ طفشت ليه؟ انت بحله ومراتك بحله؟ انت جنتوا منها انتوا الاثنين؟ طب كفايه لها واحد. خايف منها ليه؟ متربص لها ليه؟ طبعا هنا من خلالنا هنا طبعا بس طبعا نحب نضيف المعلومه طبعا هنا. انا بناشد جميع المسؤولين، حق اختي في رقبتكم. تمام، انا بناشد عبد الفتاح بيه السيسي بصفته وشخصه. تمام، انا عشمان في ربنا وفي القضاء المصري. حق ام امل فين؟ احنا عيالنا بتتيتم وبيوتنا بتتخرب. احنا عايزين حق اختنا. مفيش اسهل من الغدر، مفيش اسهل من القتل، مفيش اسهل من خراب البيوت. بس احنا عايزين كافيين خيرنا شرنا، عايزين نربي عيالنا. اللي يصب عليك يفجرك ان شاء الله باذن الله. عايزين عيالنا، حج عيالنا يا باشا باذن الله. رساله ابراهيم طبعا المكلوم على اخته طبعا رساله وصلت ان شاء الله باذن الله. كلنا ثقه في رجال القضاء المصري حتى يعود الحق لاصحابه. ننتقل للعم عادل طبعا شقيق المجني عليها. طبعا عم عادل بقول له طبعا احنا سمعنا من الحاج محمد وابراهيم اخو المجني عليه طبعا عنا هنا. يعني طبعا انت شايف الوضع عشان طبعا يعني احد كبار او افراد الاسره طبعا يعني تقول لنا ازعر في المراحل اللي كانت مرت بها صباح بقى طبعا قبل وفاتها. المراحل ان اختي يعني انا فجاه لقيت اخويا الكبير بيرن عليا بالتليفون، ايه يا حاج في ايه يا حاج؟ قال لي الحق اختك. ولعت الزين. انا مش عارف، طلعت على المستشفى العام لقيتهم طلعوا بوقف الشيخ. ما بقيتش انا عارف انا ايه اللي حصل، ايه اللي ضرني. دخلت اجري على المستشفى لقيت اختي في منظر ما لا يسر العدوى الحبيب. منظر وحش وحش وحش. طالعه من العمليات انا بصيت لها لقيت نفسي برمي على طول ودكاتره فرح مني. ايه اللي بيحصل؟ انت بتعمل كده ليه؟ انت عايز ليك حاج خده بالادب، انما للاسف انت شاطر على واحده ست. ليه تعمل فيها كده؟ طب يعني حاج عادل طبعا رسالتك ايه قبل ما نختم طبعا معاك؟ احنا طبعا سمعنا طبعا كل الكلام ده طبعا من الحاج محمد وحاج ابراهيم. رسالتي يا سعاده الباشا، عايز كل واحد مسؤول قاعد على كرسيه يقوم يتفضل ياخد حقه. الاعدام يا باشا. اعدام. الاعدام. انا ده اعدام. هو ومراته. متوجهين من ربنا الكساره. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي جاي لك. ربنا اسمه العدل. خطر يخطر. ربنا اسمه العدل. منظر ما يظلم. ربنا اللي قال كده، مش احنا اللي قلنا كده. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قال كده. احنا في بساط الكساره. احنا في بساط الكساره. ذنب ايه الاطفال دي تتيتت؟ ان شاء الله باذن الله. ذنب ايه اطفال زي دي تتيتت؟ ذنب ايه؟ ست محترمه. ثالثه ثانوي. ست محترمه. ست مكافحه مع جثه. هو الجثه ذات نفسه قال له ما عمل ما كنتش هان. جثه قال مره واثنين وعشرة وعشرين. قال له الست بتاعتي ام امل ما كنتش انا. طيب حافظ عليه. ليه تسيبها شايف كل الناس يا استاذ؟ ليه تسيبها بهدايه الاخير؟ شايف كل الناس قبل كده ضاربها معورها مره واثنين وثلاثه. ليه عشان ايه انت بتعمل كده؟ عشان ايه؟ هو ربنا قال كده؟ ربنا ما قالش كده. ما حصلهاش كده غير عشان جنى. الزين اكيد طبعا. اقول كل واحد شعب مصر. طب الحاج محمد بقى يعني يشوف اللي عايز عدل ربنا. مش عارف عايز عدل ربنا. حاج ربنا يتعدل. عايز عدل ربنا. زي ما موت اخته وشرد عياله يتعدل في ميدان عام عشان يبقى عبره للي بعده. عشان ما حدش يتجرى يعمل كده في واحده ست بعد كده. دي واحده ست لو راجل ماشي. انما دي واحده ست يتعدل في ميدان عام والناس كلها تشوف تتفرج عليه عشان يبقى عبره لمن يقطع.
طبعا مشاهدينا الكرام مشاهدي السلم عنده يا باشا تعالى يا ملك تعالى يا ملك يا عم اطفال ذنبها ايه ملك دي في يد وهي صغيره حاطط تحت السلم عنده خزينه سلاح كان بتقدمناها في المدرسه ذنبها ايه ملك دي طبعا ملك دي طبعا اصغر ذنبها ايه ملك اصغر بنوته طبعا في اصغر بنوته واللي بعدها يوسف واللي بعدها حسن حضرتك ملك دي صح حافظه خمس اجزاء من القران ولسه ما دخلتش مدرسه لو ما وحش تحفظ القران دي لا طبعا لا طبعا لو ما وحش كانت بديت تبقى نظيفه حسبي الله ونعم اللي ما وحش بقى مش نظيفه عايز ايه الاخت زي ما كان عايز يسيطر عليهم ويطلعهم صيه حسبي الله ملك ماما كانت اخر مره كلمتك امتى يا ملك اول امبارح طب كانت بتقول لك ايه بقى بشتني وقالت لي ما تخافيش انا هبقى كويس مشاهدينا الكرام مشاهدي موقع بوابة كفر الشيخ الإخبارية طبعا ده يعني الطفلة جابت النهاية يعني ادي الكلمة اللي قالتها مامتها طبعا الحالة الكبار طبعا الكبار بتستحمل انما الطفلة الصغيرة يعني انا مش عارف ما عنديش وصفة والله ان انا اقوله في الكلام اللي قالته على مامتها طبعا يعني على فراش الموت وقبلت بنتها وطبعا لما تخافش هيبقى كويس طبعا كله ان شاء الله باذن الله عند ربنا سبحانه وتعالى احنا طبعا هنا مشاهدينا الكرام لان لحضراتكم طبعا وضع الأسرة هنا وصلت المرحومة يعني وفاء صباح إبراهيم بكر طبعا ضحية شقيق زوجها طبعا اللي كب عليها مية مغلية أدى إلى قتلها مية أدت إلى قتلها لكن السؤال هنا يعني السؤال هنا كيف أو أعد المتهم المية المغلية عشان يقتل بها صباح طبعا الكلام ده كله طبعا بتجيبوا عنه التحقيقات خلال الايام المقبله طبعا تحقيقات النيابه العامه وتحقيقات مباحث قسم شرطه دسوق مشكوكم شكرا جزيلا